السلام عليكم، تمنى تكونوا على خير. احوال ديالكم طيبه. انا فدوى من قناه حيل وافكار. الى كتشوفي قناتي لاول مره مرحبا بك. اما بالنسبه لمتتبعات الغزالات، فرحانه انني كنشارك معكم هذا الفيديو اليوم اللي فيه جميع الحويجات اللي سولتوني عليهم ديال الادوات المنزليه ديال التنظيف اللي كاينه في السوق. من خلال هذا الروتين غادي نحاول نشارك معك الايجابيات والسلبيات ديال كل حاجه، فابقي معايا. دائما كنركز عليك على واحد النقطه ديال انفو تفيقي. حاولي تحلي الشراجم ديال الدار كامله باش هكا يتبدل لك الهواء ديال الدار وتدخل لك شميشه، هكا غتضمني ريحه زوينه في الدار وكذلك غادي تضمني الصحه ديالك. حرصي دائما انك تبدلي الفراش ديال غرفه النوم مره في الاسبوع، ولا كانت عندك الحساسيه بامكانك ديري هذه القضيه جوج مرات. بالنسبه للماشينة لافيلنات عندي ال جي 9 كيلو اللي كتنشف. علاش خديتها كبيره؟ لانني عواله انني نصبن فيها كل شيء، المنطاد، الحوايج الى اخره. كنبغي نتكيس على صحتي اكثر ما انني نتكيس على ديك الماشين اللي عندي. انا ديري في بالك الماشينة لافي الا خسرت كتعوض، ولكن الصحه ابدا واش تعوض. شارك معكم كيفاش كتخدم. اول حاجه مشيت درت المود سانتيتيك لان الحوايج اللي عندي محتاجين لهذا البروغرام. ثاني حاجه لاحظت انني درت المعطر، فبالتالي غادي نحتاج انني ندير المود ديال بريليفاج. دونك غادي نمشي لبلاصه بريليفاج وغادي نبقى ضاغط عليها 3 لي سكوند. من بعد غادي نمشي باش ناكتيفي المود ديال التنشاف اللي هو السيشاج، وغادي نبقى ضاغط على السيشاج كل شويه حتى كنوصل لهاد العلامه. بالنسبه ليا هذه هي المود اللي كتخلي الحوايج ينشفوا مزيان بلا تكماش بلا حتى شي حاجه. دونك هادشي كامل خدا ليا 5 ديال السوايع باش الحوايج يتصبنوا يتعطروا وكذلك ينشفوا. ودابا غندوزو باش نمشيو لتاني حاجه اللي هي لاسبيراتور دايزون. دايزون عندي انا في 8، يمكن عندي في 8. هذه البنات الثمن ديالها دابا حاليا واقيلا كدير 4500 حتى 5000 درهم. عارفه راها غاليه ولكن راها افيكاس. عرفتوا كيفاش كتاسبيري؟ ما شاء الله زوينه بزاف، ولكن غير صبروا راه جايبه لكم واحد البلون زوين اللي واحد الماشين مجموعه فيها كل شيء وبثمن مناسب. دونك انا بالنسبه ليا دايزون كتجيني خفيفه وبخاتيك ولفت عليها، وهاد جوج ريوسه اللي غنخدم دابا هما اللي تنخدم بزاف على ود القناتي على ود لي ماطلا الى اخره. كان جاني سؤال كيقولوا لي البنات شحال كتبقى لك هزه لاشارج؟ كتهز لاشارج نص ساعه فقط، وباش كتشارجا والله ما عقلت واش جوج سوايع ولا 3 سوايع، ولكن راه غير تدويزه وحده راه كتكوني ساليتي الدار كامله. دابا غادي نشارك معكم هذا الكارشر. هذه ماشي ديالي، هذه ديال جارتي خداتها. شنو تدير؟ كتصبن لي ماطلا، كتسيق الارض وكتاسبيري. خداتها بروموسيون ب 3000 درهم، وانا كنت باغا شي حاجه اللي كتنظف لي ماطلا. قالت لي خديها جربيها وردي عليا. دونك غنتيستيها معكم اليوم ونوجه لها تحيه لتحت، نقول لها ميرسي بوكو. هي راه متتبعه وكتقرا لي كومونتير ما شاء الله عليها، وفاش شافتني باغا نتيستي شحال من حاجه الى بروبوزي انها تعطيني هذا. دونك مساعده، شكرا مريم الله يخطيك. دونك هاتي البنات اللي غنقول لكم عليها. بالنسبه للتجفاف خطيره، يعني كتخلي الارض ناشفه. انا جربتها مع هذيك اللي عندي اللي كدير بالفابور، كتخلي شويه الارض فازقه، يعني خصك وقيته باش تنشف. بالنسبه للحاجه اللي انا جاتني ماشي خايبه، غير هو غلط ديالي كنظن، هو ان الماطله اللي خدمتها فيها كي كتشوفوا ماشي سطح مستوي، يعني صعيبه باش كتاسبيري ليا داك الماء اللي زاد. دونك خدات مني جهد اكثر. اما بالنسبه لها هي جرباتها في الكنابي ديالها قالت لي سي ايفيكاس، وعاد فيها الريوسه ديال لاسبيراتور. دونك هذه البنات راه تدير بروموسيون، ما عرفتش واش باقا لا بروموسيون ولا لا، حيت هي خداتها شحال هادي 3000 درهم. دابا غادي ندوزو لاكثر حاجه حمقاتني من هادشي كامل، هي هادي ديال الزاج. انا عندي الزاج في الدار بزاف، وكنت كنعاني باش كنغسل هكا الزاج، وهادي البنات خديتها
ب1100 درهم. عرفتو غزاله بزاف، هادي انا حمقاتني. دونك غادي تشوفوني مسحت بها البالكون، من بعد نديكم نمسح بها حوايج اخرين غيبقاو معايا. كي قلت لكم 1100 درهم. دابا غندوزو للكارشر ديالي اللي كتغسل بالفابور. الافونتاج ديالها هو انها صغيره، يعني كتلقاي فين تحطيها. ثاني حاجه كتسيق بالفابور، يعني كتعقم لك الارض. وعادي الا كانت شي طبعه نيد لاصقه بحال لاصيق وهكا، تدويزه الاولى الثانيه الثالثه كيحيد. الانكونفينيون اللي فيها هو كتخلي الماء باين، يعني خصك اون فوا تساليها تحلي الدار كامله باش تنشف. هذه هي الانكونفينيون الوحيده. وهذه راه كتغسل الارض وكتغسل الزرابي، يعني الا كانت شي طبعه في الزربيه كتحيدها. انا باقا صراحه جربتها في زربيه صغيره وخدمات، مي زربيه كبيره مازال ما جبتهاش. وكدير كذلك الباركي، وكنت خديتها شحال هذه 2500 درهم. كي كتشوفوا الحمد لله سالينا الجميع. دابا غادي نمشيو باش نوجدوا الغداء اللي ما غنشارك معكم غديوتي، اللي سهله مهله. غادي نوجد الحوت معمر بالخضر في الفران، يعني اسهل واسرع وابنن حاجه بالنسبه لي انا. دونك اول حاجه قطعت الربيع، الثومه، خديت الشعريه الصينيه، غندير معها معلقه ديال الربيع والثومه اللي قطعتهم صغيورين، لان ايوبي لا مشى حتى ذاقهم. غادي يقول لي قلت لك ما كنبغيش الربيع، المهم الا شاف هاد لا فيديو غيعرفني درت الربيع. ولكن المهم من هادشي كامل وهادشي صافي تكال، يعني غنقول له غير كتقول ما كنبغيش الربيع، انا درته وما حسيتش به. دونك بالنسبه للخلطه ديالي غنحتاج فيها كذلك انني نطيب شويه ديال الكالامار وشويه ديال الكروفيت. دونك الكالامار درته هو الاول حيت كيشد الطياب اكثر من الكروفيت. غادي ندير معاه معلقه ديال الربيع والثومه، غندير معاه زيت الزيتون، وغادي ندير معاه اليقامه اللي كت بالنسبه لي انا كندير معاهم الملحه، سكنجبير، الخرقوم، البلدي اكيد، البزار، والماء ما ننساش الماء، والحامض، والكمون. غنخليهم تقريبا 5 دقائق، ومن بعد غادي نزيد عليهم كروفيت. غادي نحركهم مزيان، غنخليهم فقط 4 دقائق حيت الكروفيت ما كيبغيش يشد الطياب. وغندوزو باش نوجدو الخلطه الزوينه ديال الحوت. بالنسبه لي انا كندير فيها الربيع، الثومه، كندير فيها الحامض اكيد، ومن بعد كندير فيها الاقامه، وكنكثر فيها بزاف الفلفل الاحمر، وما كنساش زيت الزيتون ومليحه اكيد. ودابا غادي نحرك كل شيء مع الشعريه الصينيه، وهذه ان شاء الله غادي تكون هي العمره ديال الحوت. وما تنساوش تخليه واحد شويقيقه من الكروفيت والكالامار باش كنزوقوا بهم الحوته من الفوق. انا هنا غادي نقطع داك الكالامار بالمقص، كيجيني هكا براتيك واسهل. تطيبته عاد قطعته، ولا بامكانك ديري العكس. التفريشه الاولى دات البصله، من بعد غادي نعمر الحوت ديالي. غندير سلطه الطماطم اللي خلطتها مع باقي الاقامه اللي وجدت قبيله، وغادي ندوز باش نحط الخضر اللي عندي واللي قطعت على شكل دوائر. بنات تيقوني كيجي بنين بزاف، وبالنسبه ليا كيجيني ساهل حتى في التحضير. انا كنسمع بزاف الناس يقولوا لي الحوت فيه تماره، انا كنجيب كلشي منقي، كنظن كاملين كنجيبو كلشي منقي وكنديرو هكا في الفران. ما عمرني جرت انني نقلي شي حاجه في الدار، لان عارفه الريحه الى اخره. وما انا ما كنساش الزيتون، كنبغيه ديما يكون كاين مع الحوت، وقطع ديال الحامض. غادي نغطيهم بابي كويسون، ندخلهم الفران، نخليهم يطيبوا على راحتهم، من بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. فوالا، هذا هو الشكل النهائي. صراحه جا زوين وجبنين، وما خليته في اللاطه لان الشكل ديالها كان زوين. دابا غندوز باش ننظف الكوزينه، وغتشوفوا انني كنخدم هادي ديال الزاج حتى بالنسبه للبلاك عرفتوا كي كتردى، خصوصا ان هاد لي بلاك البنات كيبغيو يتغسلوا شي حاجه اللي هي رطبه، سينو كيتقمشوا دغيا وغيخسروا دغيا. هو لابد ما غيتقمشوا، ولكن الا خدمتي ليهم الحويجات ديالهم كيتقمشوا اقل. Thank you.
دابا غندوزو لواحد الحاجه اللي هي مهمه في الدار اللي هي لو لافيسيل. بنات عرفتوا شحال كتعاون؟ تخيلوا شحال ربحت ديال الوقت، والحمد لله انا كنستغلها. يعني ماشي من داك النوع اللي كنقول لا عندي غير شويه المعان غادي نغسلهم بايدي، لا كنخلي حتى كيتجمعوا. يعني كندوز نهار كامل الحاجه اللي خدمتها كنحطها فيها، ما كيجي فين يوصل الليل حتى كنخدمها، والغد اللي في الصباح كيصبحوا لي المعان كلهم نقايه وناشفين. انا عاود نقول لك تكيسي على صحتك، الا عندك لو لافيسيل خدميها، عندك الماشينه لافي كبيره صبني فيها، عندك لاسبيراتور اسبيري بها. يعني الا كانوا عندك هاد لي مويان خدميهم، ما تكيسيش، تكيسي على صحتك عافاك، لان هي اللي دايمه ليك. دائما حرصوا البنات ان هادو يكونوا كيدوروا، باش هكايا من تجي تغسل لك المعان ما يلقاوش شي اوبستاكل ويقدر يتهرس لك. فوالا دونك هادشي اللي كاين. غادي نسالي معاكم هكا الترتيب ديال الاواني، ومن بعد غادي نمشي للصاله باش نمسح كذلك الطبله. غنمسحها بهذيك ديال الزاج، نفعتني بزاف البنات. الا بغيتوا لي ديتاي على اله غسل الاواني راه غادي تلقاوني حاطه لكم لو ليان اللي وجدت ديالها شحال هادي في صندوق الوصف. دونك باش نساليو لا فيديو، بغيت نقول للبنات واحد النقطة مهمة اللي شاركتها معكم في الانستغرام ولقيت بزاف ديال التفاعل. البنات الا كنتي كطمحي ديري شي حاجة، ما تخافيش من كلمة عيب، خافي فقط الا كانت حرام. الا كانت حرام ما ديريهاش، اما الا جي شي واحد يقول لك هادي عيب ولا حشومة ما تسمعيش ليه، هذاك راه يبقى ديما مرجعك للور. علاش عاود شاركت معكم هاد النقطة؟ لان من حطيت ديك ستوري ما تخيلوش عدد ديال الرسائل اللي جاوني وقالوا لي فعلا فدوى، كلمة حشومة وعيب دمرت لينا حياتنا وخلتنا في بلاصتنا. ما ديريش على الله غير الحرام، اما العيب وحشومه راه كيبقى على حسب التقاليد وكيبقى غولاتيف لكل واحد. وكنت عطيت مثال بالمضادر، كاينين شي بلايص اللي عيب وحشومه ديال المضادر ديال الشمس. وفعلا فاش شاركت مع الناس هذه النقطه لقيت بزاف الناس اللي عندهم هذا المشكل. يعني خدمي على راسك، بغي راسك، اهتمي براسك، ما ديريش الحاجه اللي غتضبك بينك وبين مولاك، وتوكلي على الله. هذا ما كان. كانت معكم فدوى من قناه حيل وافكار، خليتكم في امان الله.